السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بيا معكم من جديد. جبت لكم معايا فيديو بيتزا على طريقتي الخاصه، كنتمنى تنال اعجابكم. وغندوزو ان شاء الله المقادير وطريقه التحضير. في المقادير غادي نحتاجو العجين المورق اللي ديجا كانت عندي في الفريغو، جبتها وخليتها تطلقات تيجي نهار ان شاء الله وندير معكم الفيديو ديالها. وخديت جوج معالق كبار ديال مطيشات الحك، المطيشة الحك المصبرة، وجوج معالق كبار ديال المطيشة اللي كنصيبها انا في الدار، كنطيبها كنسلقها مزيان مزيان وكنكونسيرفيها في الكوكوط وكنديرها في القراعي ديال الزاج. خديت منها جوج معالق كبار وخديت معلقة ديال الزعتر، وغادي ندير معاهم مليحة والابزار. شوية الملحة، شوية الابزار، وغنضيف ليهم الزيت البلدية. غنضيف ليهم واحد المعلقة ديال السنيدة باش ما تبقاش ديك الحموضة ديال المطيشة. من بعد ما اختارت لاصوص غادي نصبوها في اناء حتى تبرد، وهي اللي غندهنوا بها الوجه ديال البيتزا. هنا درت صدر الدجاج، البصله، فلفله مقطعه، شويه تحميره، شويه الخرقوم عرق، شويه سكينجبير، شويه الابزار، الملحه، قزبر، وغادي نحركهم مزيان مزيان حتى يطيبوا. ونضيف لهم شويه زيت العود، شويه الزعتر، نسمهم بالزعتر، وهما اللي غنعمر بهم البيتزا. من بعد ما تشحرت لينا صدر الدجاج والفلافل والبصله، زدت ليهم قزبر وشويه الزعتر وخويه ديال زيت العود. دابا غنمشيو باش نطلقوا العجين. العجين المورق ملي غنبغوا نطلقوه غنرشوا شويه ديال دقيق الشوفان مغربل، بحال ديك النخاله اللي كتبقى رقيقه، غنقرصوا بها باش يعطي واحد المذاق حتى هو في العجين. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للعجين المورق كنعجنها بربعة ديال الزبدة ونص كيلو ديال الدقيق وبيضة وشوية الخل وكاس ديال الماء بارد، وكنجمعها مزيان، ما ندلك ما والو، غير كنجمعها ونحطها ترتاح في الثلاجة. كنشد الزبدة كنحكها في الحكاكة، كندوزها في الدقيق وكنحكها في الحكاكة مزيان، وتبقى دوك الخيوطة ديالها طويلين، يبقاو طويلين وباينين في العجينة. دقيق الشوفان صحي مزيان، نجيبو قطعة دائرية إما على شكل مربع أو على شكل مثلث على حسب الرغبة، وغنقطعو دي الطاوة. دهنتها بالزبدة وحطيت فيها هاد ميني بيتزا، وغنتكهم بالفرشيط وندخلهم الفرن يطيبو نص طيبة.
نكسوها ونزينو بمطيشة. وندير الفرماج ملي نديرو صوص مطيشه نديرو الحشوه ونضيفو ليها الفرماج محكوك ونزينو بالزيتون الاسود كيبقى اختياري، ما بغيتوش ديروهش بلاش. هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا، كتجي رائعه في المنظر وفي المذاق، ونتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال استحسانكم والاعجاب ديالكم. ما تنسونيش من التعاليق ديالكم وشكرا وبصحه وراحه.